هنالك على يسار كاسيليسن ليو ميسي وسيليسن على يسار الجول بابا 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 لا 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 هو المنقذ لبرشلونة لا نعم حتى في أسوأ أحواله ليو ميسي ركز شاهد الكرة وهي تزور الشباك قبل أن ينفذها في الزاوية اليسرى قلت لك يا سيليسن بمساعدة القائم ارتطمت ودخلت وجاء الثالث لبرشلونة جول يا سلام عليك يا ليو يا سلام تركت 5 أمتار يا سيليسن عن الزاوية اليسرى جاء ميسي وحطها بالمليمتر هنالك على يسار كاسيليسن ليو ميسي وسيليسن على يسار الجول بابا 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 لا 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 هو المنقذ لبرشلونة لا نعم حتى في أسوأ أحواله ليو ميسي ركز شاهد الكرة وهي تزور الشباك قبل أن ينفذها في الزاوية اليسرى قلت لك يا سيليسن بمساعدة القائم ارتطمت ودخلت وجاء الثالث لبرشلونة جول يا سلام عليك يا ليو يا سلام تركت 5 أمتار يا سيليسن عن الزاوية اليسرى جاء ميسي وحطها بالمليمتر